بدي أدور على سكن، يعني هل هلاقي سكن رخيص ولا غالي؟ والله المنطقة اللي أنا ماشي فيها منطقة جميلة جدا جدا. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. يوم جديد وفلوق جديد. فلوق اليوم بيتصور في أول أيام عيد الفطر السعيد، فكل عام وانتم بألف خير، يا رب يكون عيد سعيد عليكم. طبعا احنا عندنا هام في ألمانيا تقريبا ما فيش إشي يتغطى، يعني الصلاة تقريبا كانت مش موجودة في معظم المساجد، أو يعني بعض المساجد صلوا ولكن مش الكل، فالأجواء هان تقريبا نوعا ما شبه منعدمة. وطبعا يعني الناس اللي عايشة لحالها فما بحسوا بأي إشي يعني زينا. ففي هذا اليوم حبيت أغطيكم شوية من يومي، وفي خلال هذا اليوم حبيت أتكلم في موضوع البحث عن السكن في ألمانيا. طبعا هذا الإشي بيهم الناس الموجودة في ألمانيا، وحتى الناس اللي جاية من برا، وحتى حابة تعرف عن ألمانيا. هنتكلم عن كيف نلاقي السكن، شو الأشياء لازم ناخد بالنا منها، وأهم المعلومات اللي بتتعلق في هذا الموضوع. فخليكم معايا. يعني الليلة الماضية نمت شوي متأخر، عارف في موضوع موازنة النوم هذا بعد رمضان شوي بغلب، فما نمتش إلا كم من ساعة بعد الفجر. يعني صحيت تقريبا 7:30 الصبح، وضيت وزبطت أموري. يعني هو صلاة العيد من المفترض تكون الساعة 8 حسب ما كانوا كاتبين في الإمساكية. أنا الفترة اللي فاتت يعني دورت على قدر الإمكان إذا كان في صلاة عيد عندنا ولا ما فيش صلاة عيد. يعني حسب ما شفت إنه كتير من المساجد مش عاملة صلاة عيد، المسجد اللي أنا بروح عليه ما قدرت الصراحة أعرف فيه ولا ما فيش، فقررت أصلي لحالي في البيت. ففتحت الإنترنت وشفت كيف الواحد ممكن يصلي العيد لحاله. طبعا الواحد بالعادة يعني صلاة العيد أصلا بكون ناسي كيف يصليها، الإمام هو اللي بذكره. ففتحت الإنترنت وشفت كيف الواحد ممكن يصليها وصليتها لحالي. صراحة موضوع يعني صلاة العيد بيعمل جو وبيعمل بهجة، يعني لو الواحد صلاها بحس أكتر في العيد هان، ولكن لما تصليها لحالك هيك العيد بالمرة بتحسش فيه. وبعد هيك كلمت أهل فلسطين وطمنت عليهم وعيدت عليهم، وهينا قاعدين. صراحة بعد الظهر بفكر روح نقعد في بارك، يعني حسب ما شفت على الخريطة انه في زي متنزه حوالينا هيك، فبفكر روح اقعد فيه ونتكلم في موضوع السكن هناك. يعني على عكس اليومين اللي فاتوا، اليوم الجو شوية بارد وفي ريح كتير، فأعتقد هذا الاشي هيأثر على الصوت، فمش هنعرف نصور منيح. قبل ما نروح على البارك، لأنه البارك بكون هناك هوا كتير، فإحنا ممكن نصور شوية وإحنا في الطريق. يمكن أول حاجة إحنا ممكن نتكلم فيها في موضوع السكن، اللي هو الموضوع اللي بهم كل الناس، موضوع الأسعار. يعني هل هلاقي سكن رخيص ولا غالي؟ هذا الاشي بيعتمد يمكن على عاملين مهمات، اللي هو انت شو نوع السكن اللي بدك اياه وفي اي منطقة. يعني حسب الولاية وحسب المدينة اللي انت بدك تسكن فيها، هذا الاشي بيحدد كتير سعر السكن. يعني مثلا لو بدك تروح تسكن في ولاية بايرن على سبيل المثال، هاي ولاية تعتبر بشكل عام اغلى من باقي الولايات. ولو بدك مثلا تسكن في مدينة كبيرة زي مدينة كولن او مدينة دوسلدورف، فهدول المدن بشكل عام معروفات انهن اغلى من المدن المتوسطة او المدن الصغيرة. والعامل الثاني اللي هو عامل شو نوع السكن اللي انت بدك اياه. هل بدك اياه غرفة تكون في سكن مشترك مع ناس تانيين، او بدك شقة كاملة خاصة لك؟ طبعا الشقة الكاملة الخاصة فيك اكيد رح تكون اغلى من الغرفة، فاحنا بنقدر نقول انه غرفة في مدينة صغيرة او متوسطة بتراوح سعرها من بين 250 ل 350 يورو. طبعا هذا السعر هو السعر المعقول، ممكن طبعا تلاقي سعر اغلى من هيك بكتير، وممكن تلاقي اقل بشوية. هذا الاشي بيعتمد على الموقع والخدمات المتوفرة حول السكن. ولو بدك مثلا تختار النوع الثاني من انواع السكن اللي هو الشقق، طبعا الاسعار بتبدأ من 400 يورو واطلع. طبعا ال 400 يورو مثلا ممكن تلاقي فيها شقة غرفة واحدة ويكون مع منافعها، وطبعا كل ما زاد عدد الغرف راح يزيد سعر الشقة. طبعا تنويه صغير للناس اللي ما بتعرف شو يعني سكن مشترك، معناته انه انت راح تاخذ غرفة في شقة، وراح يكون المطبخ والحمام مشاركين مع ناس تانيين. طبعا هذا الاشي اكيد له سلبياته، ولكن اذا كنت مهتم ما بدكش تدفع مصاريف عالية شهرية بالنسبة للأجار، فراح تكون مضطر تاخذ هيك خيار.
طبعا يمكن حد يقول لي كيف بدي اعرف انا مستوى الاسعار في مدينة معينة او في ولاية معينة. طبعا هذا الاشي مرتبط في النقطة اللي بعدها اللي هي نقطة كيف بدي ادور على سكن. كيف بدي ادور على سكن؟ في عدة مواقع انت من خلالها ممكن تخش وتدور على سكن بشكل مريح جدا. طبعا هاي المواقع بتحلك انه انت تشوف صور السكن وتشوف تفاصيل الاسعار والاشياء اللي متاحة من ضمن عرض السكن. فمن خلال هاي المواقع كمان بامكانك تشوف موضوع السعر وتقارن ما بين الشقق. فمن الأمثلة على هاي المواقع اللي بتحلك تبحث على سكن من خلالها، مثلا في موقع الاي بي كلاين اند سايجن، هذا مخصوص بألمانيا. مثلا في الفيجي جزوخت، في اموبيلين 24 او مش ذاكر اسمه بالضبط. طبعا حط لكم روابط هاي المواقع تحت. طبعا هاي المواقع عندما بدك تستخدمها بدك تكون عارف تماما كيف تستخدمها، يعني بدك تستخدم فلترات الموجودة فيها لحتى تلاقي سكن يتناسب معك. يعني عندما بدك تدور على شقة بدك تحط له انه انت بدك شقة، ممكن تحدد المساحة، ممكن تحدد المنطقة او الولاية، وعلى هذا الاشي ممكن بعدها تشوف الشقة المناسبة. حاجة مهمة بدك تاخد بالك منها عندما تقوم بالبحث في هاي المواقع، غير انه انت بدك تختار الفلاتر بالشكل المناسب، بدك تحاول ترسل رسائل او تتواصل مع اكبر عدد ممكن من اصحاب العروض لحتى تقدر تحصل عرض، لانه كتير منهم مثلا ما برد على الرسائل، او حتى بيكون في منهم مثلا انه اجر وممكن يرد عليك بعد 3 أو 4 أيام. فعلى الارجح انت راح تتواصل مع عدد كبير لحتى تقدر تلاقي سكن مناسب. وطريقة تانية ممكن من خلالها تبحث عن سكن غير الطريقة الاولى، اللي هي تنضم ل جروبات العربية مثلا الموجودة على الفيسبوك، خصوصا جروبات اخوتنا السوريين. يعني على الارجح رح تلاقي في كل مدينة من المدن في جروب خاص في السوريين او بالعرب في هذيك المدينة. في الجروبات هاي بتلاقي صراحة عروض كتيرة لسكن، يعني بتلاقي مثلا في ناس بتدور على ناخميتا، فانت ممكن تستغل هاي الجروبات لتلاقي السكن المناسب في المدينة المناسبة. نصيحتي الشخصية انه الواحد على قدر الامكان يحاول يبعد عن مكاتب السمسرة، لانهم بياخذوا مبالغ كتير عالية على شغلة انت بنفسك ممكن تعملها. طبعا اثناء عملية البحث في شغلات بدك تاخد بالك كتير منها، زي الشغلات الكالت ميتا والفام ميتا. شو هذا معناته الكلام؟ انه في حاجة اسمها اجار حامي، في حاجة اسمها اجار بارد. طب شو معنات هذا الكلام؟ هلقيتها الكهرباء والمية والتدفئة والغاز، هذه شغلات على الاغلب بتكون مش مشمولة من ضمن الاجار. فاذا قال لك انه هذا الاجار اجار فاميتا او اجار حامي، هذا معناته التدفئة والمية وبعض الخدمات التانية راح تكون مشمولة من ضمن الاجار، ولكن المؤكد الكهرباء اكيد مش مشمولة. فاذا قال لك هذا الاجار اجار بارد، معناته انه كل الشغلات اللي عديتها مش مشمولة من ضمن الاجار. والله المنطقة اللي أنا ماشي فيها منطقة جميلة جدا جدا، ولكن نفسي انقطع وأنا طالع. شايفين كيف كل هاي طلعة ولسه قدامي كمان طلعة. طبعا الدنيا قاعدة بتمطر، ولكن عشان في كثافة شجر يعني مش كتير من المطر بيصلنا. صراحة امبارح كنت حابب نكمل الفيديو في المنتزه، ولكن للأسف الشديد الدنيا صارت تمطر بشدة فما عرفت اكمل تصوير. طبعا صورت لكم المشاهد اللي شفتوها ولا راح تشوفوها، فخلينا الان نكمل من البيت ونكمل في موضوع السكن. حاجة تانية غير الحامي والبارد في السعر بدكم تنتبهوا إلها، اللي هي حاجة تسمى الكاوتسيون او التأمين على السكن، اللي هو مبلغ راح تدفعه كتأمين عن السكن. يعني الزلمة يضمن حقه انه انت ما تساوي اي اشي سيء في السكن، ويعني مثلا لو كسرت اشي او خربت اشي راح يستقطع الزلمة من هذا المبلغ اي رسوم التصليح. وكمان لازم دائما تسألوا عن هذا المبلغ. طبعا بالنسبة مثلا لغرفة صغيرة مش راح تدفع مثلا أكثر من 500 يورو، وحتى 500 يورو كتير، يعني بمعدل 300-400 يورو. ممكن تلاقي أكثر وممكن تلاقي أقل بشوية، ممكن تلاقي حتى ناس ما تاخدش كاوتسيون. وطبعا بالنسبة مثلا للشقق راح تلاقي الكاوتسيون شوية عالي دائما، يعني بتلاقيه دائما فوق 700، حتى ممكن تدفع 1000-1200 حاجة زي هيك بالنسبة للشقق. طبعا ملاحظة مهمة كثير، عندما تدفعوا هذا الكاوتسيون راعوا انه يكون موجود في العقد، مكتوب هذا الكاوتسيون في العقد. وكمان عندما تدفعوه حاولوا تاخذوا فيه ورقة. طبعا مع العلم انه في كثير من المستأجرين
بيسمحوا لك انه انت تقوم بتقسيط هذا المبلغ، انه انت تدفع مثلا على 3-4 اشهر علشان انت ما تنزلك ماديا. ونقطة تانية متعلقة بنقطة الكاوتسيون، بدك تحاول على قدر الامكان اما تسلم الشقة تصور كل شيء، او تخلي صاحب السكن نفسه هو اللي يصور السكن، لحتى مثلا في نهاية العقد ما يجيش يقول لك انه حاجة هاي كانت خربانة او الحيطة هاي متوسخة. فإذا كانت من الأول هيك فهو كان بيكون مصورها وإنت كمان صورها معاه لحتى تضمن حقك وما تدفعش حاجة إنت ما عملتهاش. حسب اعتقادي انه 70% من الشقق اللي بتنعرض للاستئجار بتكون خالية من العفش، يعني راح تلاقي الشقة ما فيش فيها عفش. وكمان بدك تنتبه احيانا بتلاقي الشقة ما فيش فيها مطبخ، يعني بيكون حتى الحنفيات مش موجودة، فهاي النقطة كتير بدك تاخد بالك منها. طبعا انت معك فرصة انه انت تروح تشوف الشقة قبل ما اتوقع العقد لتتأكد شو الموجود وشو اللي مش موجود، وتتأكد من الامور التانية بما يتناسب معك. طيب الان نفرض انه الشقة عجبتك والامور تمام التمام، الان بدك تيجي لمرحلة توقيع العقد. بدك دايما تقرأ العقد بشكل مفصل، يعني احيانا بتلاقي مثلا مستأجر ممكن يحط عليك تكاليف، لو انت ما قرأت العقد بشكل صحيح ودقيق ممكن تلاقي حالك بتدفع مصاريف لحاجة انت مش عارفها، راح تتفاجأ فيها عندما هو يبعث لك ادفع كذا. فهذا الاشي اكيد بيكون موجود في العقد، ولكن ممكن انت تكون ما انتبهت اللوش. فقصة العقد اقرأها منيح كتير. ونقطة كمان متصلة في قصة العقد، بدي انصحكم نصيحة مهمة كتير، اي سكن بدك تاخده اكتب في عقد لحتى ما تتغلب في المستقبل. حتى لو بدك تاخد مثلا غرفة لشهر واحد من واحد، يعني هو مثلا مستأجرها وبده يأجرك اياها مثلا في فترة هو طالع فيها، فاكتب في هذا الكلام ورق لحتى ما تتغلب وما تواجه اي مشاكل قانونية او غيرها في المستقبل. وطبعا من الاشياء الاساسية اللي بدك تسأل عنها مباشرة عندما تقوم بتوقيع العقد او قبل مثلا ما توقع العقد، انه هاي الشقة بينعمل عليها أملدون ولا ما بينعمل عليها أملدون. يعني بعض الشقق بتكون مثلا معمول عليها أملدون، فانت بالتالي ما بينفع تعمل عليها أملدون. الأملدون اللي هو تسجيل هذا العنوان عند البلدية. طبعا هذا الاشي مهم جدا لحتى تقدر تعمل كتير من المعاملات في ألمانيا، وبدك تتأكد انه انت بتقدر تعمل على هاي الشقة أملدون لحتى تكون امورك في السليم. يمكن في حاجة انا لاحظتها كتير في اثناء البحث، انه في كتير من الناس بتحط صور ممكن تقول انه هاي الصور صور خادعة، فانه انت دائما حاول تعاين بنفسك قبل ما تقوم بتوقيع العقد. طيب نيجي لنقطة مهمة كتير، اللي هو شو هي اهم العوامل اللي تاخدها في الحسبان وانت بتدور على شقة. يعني انا برأيي الشخصي اول حاجة بدك تحددها طبعا السعر، موضوع السعر يتناسب مع الميزانية اللي انت محددها. تاني حاجة بدك تراعي موضوع الموقع، موقع الشقة مهم كتير كتير، يعني احيانا ممكن انت موقع الشقة يكلفك فلوس زيادة، فبدك تراعي على الاغلب انها تكون قريب نوعا ما من وسط المدينة. واذا ما كانتش كتير قريبة بدك تراعي كتير مهم موضوع المواصلات، يعني انه انت ما تمشيش كتير لحتى تلاقي مواصلات. طبعا يعني كتير من اللي بدور على سكن بكون مثلا طلاب او ما شابه ما معهمش سياراتهم، فبدك تنتبه لموضوع المواصلات قديش قريب عن اقرب وسيلة مواصلات. يعني مثلا بدك تمشي دقيقة او دقيقتين للباص، مش اكتر من 5 دقائق انا برأيي، فبدك تنتبه لهاي النقطة كتير. وبالنسبة لموقع الشقة كمان بدك تنتبه انه في حواليها توفر لمحلات التسوق، يعني ما تتغلب كتير او ما تروح على اماكن بعيدة لحتى تتسوق، بدك تراعي انه في محلات قريبة منك لحتى تقدر تتبضع. ونقطة تانية بالنسبة للموقع، وهذه كمان بتساعدك انه انت تحدد وين بدك تسكن، يعني على قدر الامكان يكون سكنك قريب من مكان دراستك. يعني مثلا لو انت بدك تدرس في مدينة كذا حاول تسكن في نفس المدينة او ممكن في مدينة جنبها. نقطة اللي بعد هيك بتتعلق عندما بدك مثلا تطلع من السكن، وهذه النقطة مهمة كتير، انه انت لازم تبلغ صاحب السكن في مدة قبل 3 شهور على الاقل لحتى هو يدور على مستأجر تاني، او انه انت بدك تدور بنفسك. يعني لو بدك مثلا تطلع خلال شهر او شهرين مثلا قبل 3 شهور هدول، فبدك انت تدور بنفسك على ناخ ميتا او يعني مستأجر يجي بعدك. طبعا هذا الاشي ممكن يختلف من شخص للتاني، وهذا الاشي طبعا على الاغلب رح يحدد العقد. يعني ممكن انت تكتب في العقد انه انت بحق لك تطلع بشكل مباشر بدون ما تجيب مثلا ناخ ميتا او ما شابه، هذا الاشي بدك تنتبه منه كتير. طبعا زي ما قلت لكم على الاغلب في الغالب يعني معك 3 شهور لتبلغ صاحب السكن، وهذا الاشي بيجي بالاتفاق.
يعني بعتقد هذا كان كل شيء بالنسبة لفلوق اليوم. تكلمنا عن موضوع السكن وكيف تلاقي السكن وشو الأشياء اللي بدك تاخد بالك كتير منها وانت بتدور على سكن. إذا أعجبك الفيديو ما تنسناش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، وإذا كان عندكم أي سؤال طبعا سيبونا إياه في صندوق التعليقات، ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.